ايوه انا اصلا كنت بلعب جيم، فانا لما بطلت بعد عنك طلع لي كل حاجه في كل حته، ف يعني عايز انا نزل كرش بس. نظام التغذيه اللي ممكن امشي عليه؟ إيه متزوج صح كده؟ إيه متزوج؟ بقى انا عايش بره مصر، فين؟ بس زوجتي في مصر يا ربنا يعينك ويقويك. بالامارات. كويس ما شاء الله، ربنا امين يا يسهل. رب. تمام، بص هقول لك يعني بالنسبه لنا مثلا لو عايزين نتخلص من الكرش، مرحبا بالتوفيق، اتمنى لك اياما سعيده، جزاكم الله خير، ربنا يحفظك يا رب ويرفع قدرك في الدنيا والاخره يا فرات. بايس. بص هو بالنسبه للكرش في البدايه بنقول عايزين نعرف ما هو سبب الكرش اللي موجود عندنا. هقول لك على اسباب الكرش في البداية عشان نحط ايدينا على السبب. علشان نعالج اي مرض لابد في البداية ان احنا نعرف ما هو ماشي. سبب المرض اللي موجود عندنا او الشيء اللي موجود عندنا علشان نقدر ان احنا نتعامل معاه بشكل سليم. تمام. اول حاجة ممكن نقول مثلا وليكن اول سبب من اسباب الكرش مثلا نقدر نقول بشكل كبير جدا الاطعمة والمشروبات السكرية، الاطعمة والمشروبات السكرية، الكعك. تمام. طب لا استنى ثواني بقى، ثواني عشان اجيب لك قلم وانا قاعد معاك. دي واحدة اتفضل اجيب لك قلم وورق بقى، هو انت عندك مال وضعت كده. دي واحدة. اتفضل. اين القلم؟ الدراسات بتأكد إن هناك علاقة وثيقة بين سكر الفركتوز وتراكم الدهون الزايدة في منطقة البطن. طب إيه الحاجات اللي فيها سكر الفركتوز دي؟ نقول الكعك، الحلويات، المشروبات الغازية، الشاي الحلو. دي كلها حاجات من ابرز الحاجات اللي ممكن تسبب لنا كرش في منطقه، يعني تسبب لنا زياده تراكم الدهون في منطقه البطن. ده رقم واحد. لا هو بص هكملك افهمك. انا بطني من فوق من عند المعده كده عاديه. تمام. هي بس اللي هي المنطقه اللي تحت دي. تمام ماشي. شبه التفاحه يعني، كرش شبه التفاحه. سرقت فعلا زي شكل ولا شبه الكمثرى؟ هو لا مش هو يا عم. شبه الكمثرية كده والله. تمام تمام مش هقلع على هذه النقطة، لأن هذه النقطة شوية ممكن تفهمني فيها غلط، فبس لأن كدراسة يعني في حاجات كده. خلينا أخش في المفيد، خلينا أكمل معاك في المفيد. ربنا يحفظك. والله انا مش عارف كمثرى ولا بطيخه. هو المهم هي الجزء اللي تحت اللي تحت المعده ده هو ده اللي فيه الدهون. تمام. فانا عايز اسيح الدهون، اجري، ما اكلش ايه كده يعني. خلينا نعرف الاسباب. احنا عرفنا اول سبب، خلاص نخش على السبب الثاني، الكحوليات. بتشرب اي كحوليات؟ لا خالص خلاص، يبقى دي استبعدنا في السبب خالص. الثاني.
تالت حاجة الترانس فات. الترانس فات بتاخد أي دهون تقابلية أو الترانس فات، زي ايه؟ زي اللي الموجودة في الأطعمة المعلبة، زي الكعك، خلطات الخبز المختلفة، المقرمشات. باكل شيبسي وعيش و دي برضو من ضمن الحاجات اللي تسبب لنا الكرش في البطن. إيه هقول لك، خلاص انت اكتب بقى الحاجات اللي انت عارف انت بتاكلها والحاجات دي عشان تلغيها بقى من يعني تبقى انت عارف ان دي سبب. خلينا اكمل معاك في نمط الحياة الخامل. طبعا من اكبر عوامل الخطر بالاضافة لزيادة الدهون في منطقة البطن ان احنا ما نكون نمط الحياة الخامل، نمط الحياة الخامل، فلابد ان احنا نمارس اي نوع من انواع الرياضة حتى لو 150 دقيقة فقط اسبوعيا. 150 دقيقة فقط اسبوعيا كافية ان هي تخلصنا من الوزن الزايد يا جماعة. يعني ال150 دقيقة دول خلال الاسبوع، اسبوع كله، ولا ال150 دقيقة في اليوم؟ في الاسبوع. طب ما هو الشغل بيحتم على ان انا بتحرك. لا ما احنا بص، ما في اصل في شغل بيحتم عليك حركة بقت جزء من الروتين فالجسم اتعود عليها، وفي حركة مختلفة تماما، حركة إضافية علشان الجسم يستجيب ليها وينزل. ايوه يعني في حركة روتينية الجسم اتعود عليها فمش هيستجيب ليها، وفي حركة الجسم ايوه هيستجيب ليها كنتيجة ان احنا ضفناها على الحركة اللي موجودة. من ضمن برضو الحاجات اللي تسبب لنا الكرش النظام الغذائي قليل البروتين. لا باكل تونة، بيض، بشرب لبن. تمام كويس، يبقى احنا كده النظام الغذائي قليل البروتين محتاجين ان احنا في الاكل بتاعنا لازم البروتين يكون موجود في فول كل الوجبات بتاعتنا. يا عم، انا بروتين، انا بقولي ولحم تمام حلو. خلينا طب بالنسبة حيواني و بالنسبة ممكن بعض نباتي. أنواع بكتيريا القولون تكون سبب في الكرش اللي عندنا، بعض أنواع بكتيريا القولون. طبعا زي ما احنا عارفين إن بتعيش مئات الأنواع من البكتيريا في الأمعاء وخاصة القولون. بعض أنواع البكتيريا مفيدة لصحة الإنسان والبعض الآخر مضر بصحة، يضر يعني ضرر، يعني يسبب عدم توازن، يعني نقدر نقول قد تمام يؤدي بعض الأنواع الضارة. بص أنا فاهمك حاجة، القولون بتاعنا أو الأمعاء بتاعتنا فيها بكتيريا مفيدة وفيها بكتيريا ضارة. لو ما فيش توازن بين البكتيريا المفيدة والبكتيريا الضارة اللي موجودة في الجسم بتبقى دفعة قوية جدا إن إحنا يحصل عندنا كرش عندنا. تمام عدم توازن بكتيريا الأمعاء بيؤدي لزيادة الخطر بالإصابة بمرض السكر من النوع الثاني وأمراض القلب والسرطانات المختلفة وزيادة الوزن وتراكم الدهون في منطقة البطن. فنقدر نقول بعض أنواع بكتيريا تمام القولون ممكن بعض أنواع شهود على قلبي. بعد أن بعض أنواع بكتيريا القولون ممكن يسبب لنا مشاكل صحية كبيرة جدا. فأنا بنصحك إن أنت تاخد، تمام فأنا لو أنت مثلا وليكن عندك أي اضطرابات هضمية قديما ممكن أنصحك بإن أنت تاخد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شهد، ربنا يبارك وعليكم فيك. السلام ورحمة الله وبركاته. فلو أنت عندك نور شهود حبيبي. فلو أنت لو أنت عندك بكتيريا في القولون أو عندك مشاكل صحية اضطرابات هضمية قديما لا لا، أنصحك. ما فيش اي من ده خالص. يعني انا كنت راجل رياضي، تمام، خلاص ده النور نورك يا شهود. انا كنت تمام راجل رياضي، بلعب جيم، بشيل حديد، بعمل كل حاجه، فاهمه؟ فاهمني؟ شكرا يا شهود حبيبي، تسلم ايدك. بس انا الشغل دلوقتي حكمني ان انا مثلا ايه بعمل حاجه واحده بس، فاهمني؟ ان انا مثلا ايه ان انا يا دوبك رايح الشغل اخلص الشغل اقعد، يعني طول النهار كمل نايم. معايا من فضلك. فانا بصراحه الكسل راكب، الكسل راكبني. خلاص فانا يبقى عاوز افهم. نستبعد مشكله تسلم بكتيريا ايدك يا قلبي. القولون ديت، نستبعد مشكله بكتيريا القولون. ممكن عصير الفواكه،
عصير الفواكه مثلا نقدر نقول ان بيحتوي عصير الفاكهة يعني طبيعي بنسبة 100% غير المحلى على كمية سكر كبيرة جدا. لا انا ما باكلش، ما بشربش عصاير، انا ممكن اكل الفاكهه صحيحه، الفاكهه عاديه كده تمام. طب التوتر من غير ما وزيادة بص التوتر والضغط النفسي ممكن يبقى سبب زيادة ممكن اكون الكرش. بتوتر. توتر ماشي، ممكن معاك انا في توتر قاعدة بتقول ممكن. بيتم إنتاج هرمون الكورتيزول بواسطة الغدة الكظرية بتاعتنا، وده بنسميه هرمون التوتر اللي هو هرمون الكورتيزول، لأنه تمام بيساعد الجسم على تكوين استجابة للتوتر، وده بيؤدي إلى زيادة هرمون الكورتيزول إلى زيادة الوزن وتراكم الدهون في منطقة البطن. تمام برضو يعني النظام التوتر برضو بيتخن. التوتر بيزود الكرش برضو. تمام برضو النظام الغذائي منخفض الألياف. النظام الغذائي منخفض الألياف يعني ايه؟ نظام غذائي منخفض الألياف يعني ما فيهوش فواكه، ما فيش خضروات، ما فيش طبق السلطة، هذه الأشياء. النظام الغذائي اللي مش ما فيهوش ألياف لا، دايما 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 باكل فاكهة ودايما باكل سلطة، طب بص انا عايز اقول لك مش حاجه، دايما قوي يعني، بس الحاجات بس دي انا عايز موجودة. اعرفك حاجه، بتساعد بعض انواع الالياف على الشعور بالشبع وتقليل هرمونات الجوع وتقليل امتصاص زي ايه السعرات. بقى؟ زي ايه بقى الفواكه دي؟ زي ايه الفاكهة دي؟ الألياف دي؟ الخضروات مثلا نقول مثلا اللون الاخضر زي الخس والجرجير، تمام، خيار. اللون الاحمر زي البنجر او الشمندر، اللون البرتقاني، اللون الاصفر زي الليمون والفلفل الاصفر، اللون البرتقالي ممكن الجزر. كل هذه الاشياء تقدر تقول ان هي يعني هذه بيتحتوي على نسبة الياف كويسة تساعدنا في ان احنا ما نجوعش. في دراسة تمام اتعملت بتقول ان تناول 10 جرامات من الالياف القابلة للذوبان قد تساهم في خفض نسبة دهون البطن بنسبة مثلا 3 و7%. زي ايه؟ زي يعني زي الخس والجرجير مثلا. برضو ممكن الجينات، لو انت مثلا وليكن عندك الجينات مثلا في العيلة او التاريخ الوراثي او كده، ممكن برضو تلعب الجينات دور رئيسي ايوه في زيادة خطر السمنة وتراكم الدهون في البطن. فانت لو عندك حد من العيلة او بتاع ممكن تبقى الموضوع وراثي، لكن ما اعتقدش يعني حتى لو وراثي بنقدر نعالجه يعني زي ما انا بقول لك كده يعني. بس انت ما بتبقى انت عارف مش ان انت، بالتمرينات. ما انا هعرفك اهو، عدم النوم ليلا برضو يسبب زيادة الكرش. انا بنامش اصلا، ما علينا. انت تعرف ان اتعمل دراسات كتيره والله تعرف ان اتعملت دراسات كتيره بتربط الدراسات دي بين عدم كفايه النوم وزياده الوزن وتراكم الدهون في البطن.